مين اكتر كان لاعب او مدرب مزعج في الملعب؟ يعني حضرتك قبل ما تاخد قبل ما تخش الماتش كده تقول اه ده انا النهارده حكم لفلان ده في زعيق كتير اعتراضات كتير. بص ما يعني ايه يعني انا ما اقدرش يعني الحقيقه على سبيل الدعابه يعني لا لا الحقيقه احنا في ايامنا الدنيا ما كانتش زي دلوقتي صراحه. يعني الحاجه الثانيه انه احنا كان في جماهير في الملعب فما كناش بيوصل لنا صوت الاجهزه الفنيه. ما فيش مباراه حكمتها مثلا اقل من 50 60 الف في الملعب حتى في الاقاليم. فمهما حصل بره انت يعني انت ممكن تحاسب على حركات انما انك دلوقتي كل حاجه مسموعه طبعا. كل حاجه مسموعه ما فيش جمهور والصوت بيوصل ده اللي اللي بيتهكم على حد صوته بيطلع في التلفزيون. فالحقيقه ما اقدرش ودي حقيقه انا مش بهرب من السؤال يعني ما اقدرش احدد. بالعكس انا كان عندي يعني مره هحكي لك على موقف. انا مره كنت بحكم ماتش للزمالك والاتحاد وكان الكابتن حسن شحاته مدرب الاتحاد اعتقد ساعتها وكان معايا حكم مساعد الحكم الدولي نجيب علي ربنا يديله الصحه. فانا مش عارف مشغول بلعبه كده فايه وكابتن حسن ايه معترض على لعبه تسلل او مش تسلل وبتاع وبعدين نجيب بيستدعيني بالرايه عشان اخد اجراء. فالمهم خلصت الحاجه اللي انا مش مشغول بيها ووقفت الدنيا ورحت رايح جري على كان في استاد القاهره ناحيتهم الاثنين. عايز اوريك بقى الاسلوب والطريقه. فانا رايح جري وايه طب خلاص يا كابتن نجيب اهدى يا كابتن نجيب اهدى خلاص انا جاي يا كابتن نجيب. كابتن حسن شحاته كابتن منتخب كابتن مصر ما اعتقدش ان هو هيسمح لنفسه انه يغلط. الكلمتين دول سمعتهم له وانا رايح ورايح بقى عشان فرايح لسه عشان بقى ايه خلاص بقى قول لي بقى اللي حصل ايه. فرايح راح الكابتن حسن شحاته راح رايح لنجيب انا اسف يا كابتن واعتذر اسف يا كابتن وراح قعد. هقول لك حاجه انا كان ممكن اروح اقول له اطلع بره مش كده؟ او اساله عمل ايه ومش عمل ايه وقف واخد وقتي وبعدين اشوف الموضوع يستاهل ولا ما يستاهلش وبعدين اقعد بره ولا عندك انذار ولا ما تتكلمش وبعدين يقف مش عارف مين يتكلم وبعدين اللعب يقف دقيقتين ثلاثه وبعدين اعمل. يا جماعه التحكيم محتاج اداره. هو انا خسرت ايه؟ وبعد كده راح كابتن حسن شحاته قعد قلت له نجيب حصل قال لي لا كابتن كان بيعترض بس مش عارف. طب خلاص قعد مكانه ما اتحركش من مكانه لغايه نهايه المباراه. علاقتنا كانت كده بالناس بالمدربين. كابتن عصام بهيج الله يرحمه حسبت عليه 4 ضربات جزاء في ماتش القناه والزمالك. فبعد الماتش بيسخنوه. اللي بيساله مش بيساله اللي بيساله بيكلمه عشان يعترض قال له ايه المشكله؟ ال4 ضربات جزاء صحيحه. في حد بيقول بس ده مش عادي يعني اغلب الناس ما انا بقول لك في حد بيقول كده في حد بيتكلم كده. فاحنا معلش الظروف كانت بالنسبه لنا احسن شويه. كان في لعيبه زمان في جيلنا يعني كان في لعيب في كان في بلديه المحله اسمه احمد فرج. لعيب حريف قوي 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 دريبلينج بالكوره بس جسمه قليل قوي فمن من اكتر الناس ممكن تعمل لك مشاكل. كان هو وليد صلاح الدين في الاهلي. فلما كان حد فيهم ينزل او يلعب كنت ببقى مان تو مان معاه. اروح امسكه افضل في ظهره قريب منه عشان اكتر واحد معرض ان هو يتعمل لا يسمح لا اسمح له ان هو ياخد مني ضربه جزاء مش صحيحه ولا في نفس الوقت اظلمه. لا في دراسات في حاجات لازم تحطها في حساباتك. لازم تبقى عندك معلومات مسبقه عن الفرق اللي انت هتحكم لها. احيانا لما بتتاح الفرصه مثلا في مباراه ممكن تتفرج عليها الفرقه تستفيد منها.